بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 102. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمر بالإحسان إلى الجار لما يترتب على ذلك من المصالح العاجلة والآجلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول في حلقتنا هذه بعض أحكام الجوار في الإسلام وأحكام الطرقات، لما لهذا الموضوع من الأهمية البالغة، فقد كان الفقهاء رحمهم الله يعقدون له باباً خاصاً في الفقه يعالجون فيه مشاكله ويوضحون فيه مسائله. فقد تعرض مشاكل بين الجيران أو في الطرقات يجب حلها وحسمها لئلا تفضي إلى النزاع والعداوة وتوقع الضرر بين المسلمين، وحلها يكون بطرق إذا كانت بين الجيران بإجراء الصلح بينهم بما يحقق العدل والمصلحة. ومن ذلك، لو احتاج الجار إلى إجراء الماء مع أرض جاره أو سطحه وتصالح على ذلك بعوض، جاز هذا الصلح لدعاء الحاجة إلى ذلك. ثم إن كان هذا العوض في مقابل الانتفاع مع بقاء ملك صاحب الأرض أو السطح عليه، فهذا العقد يعتبر إجارة، وإن كان مع زوال الملك اعتبر بيعاً. وإذا احتاج الجار إلى ممر في ملك جاره وبذله له عن طريق البيع أو عن طريق الصلح، جاز هذا أيضا لدعاء الحاجة إليه. ولا ينبغي للمالك أن يستغل حاجة جاره فيرهقه ببذل العوض، أو يمتنع من استخدام هذا الممر فيحرج جاره ويحول بينه وبين مصلحته، بل ينبغي التسامح بين المسلمين والتعاون على المصالح العاجلة والآجلة. وإذا تدلى غصن من شجرته في هواء جاره أو في قرار ملكه، وجب على مالك الغصن إزالته إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى ليخلي ملك الغير من ضرره. فإن أبى مالك الغصن أن يعمل شيئا من ذلك، فلصاحب الهواء أو القرار أن يزيل ضرره بأحد هذه الإجراءات، لأنه بمنزلة السائل فيدفعه بأسهل ما يمكن. وإن تصالح على بقاء الغصن جاز ذلك، سواء كان بعوض على الصحيح من قولي العلماء أو على أن ثمرته بينهما. وحكم العرق إذا حصل في أرض الجار حكم الغصن على ما مر بيانه. أيها المستمعون، لا يجوز للجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره، كحمام أو مخبز أو مطبخ أو مقهى يتعدى ضرره، أو مصنع يقلق جاره في حركاته وأصواته، أو أن يفتح نوافذ تطل على بيت جاره. وإذا كان بينه وبين جاره جدار مشترك حرم أن يتصرف فيه بفتح طاق أو غرز وتد إلا بإذنه. ولا يجوز له وضع الخشب على الجدار المشترك بينه وبين جاره أو جدار الجار الخاص به إلا عند الضرورة، إذا لم يمكنه التسقيف إلا به وكان الجدار يتحمل وضع الخشب، فحينئذ يمكن من وضع الخشب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. فدل هذا الحديث الشريف على أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره، وإن أبى أجبره الحاكم، لأنه حق ثابت لجاره بحكم الجوار. أيها المستمع الكريم، هذا بعض ما يتعلق بالجوار من أحكام وما يجري فيها من صلح. أما ما يتعلق بالطرقات فلا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم، بل يجب إفساح الطريق وإخلاؤه من العوائق والعراقيل وإماطة الأذى عنه، لأن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان،
كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق، كأن يبني فوق الطرق سقفا يمنع مرور الركبان والأحمال، أو يبني دكة عند بابه للجلوس عليها ونحو ذلك، لأن ذلك يضايق الطريق ويؤذي المارة. ولا يجوز له أن يتخذ موقفا لدابته أو سيارته بطريق المارة، لأن ذلك يضيق الطريق أو يسبب الحوادث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يخرج شيئا في طريق المسلمين من أنواع أجزاء البناء، حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط إلا أن يدخل رب الحائط في حده بقدر غلظ الجص انتهى. ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ووضع الحطب والذبح وغير ذلك، ويحرم طرح القمامة والرماد وغير ذلك مما فيه ضرر على المارة في طريقهم. ويجب على المسؤولين عن تنظيم البلد وعلى رجال المرور منع هذه الأشياء ومعاقبة المخالفين بما يردعهم. وقد كثر التساهل في هذا الأمر المهم، فصار كثير من الناس يحتجزون الطرقات لمصالحهم الخاصة، يوقفون فيها سياراتهم ويضعون فيها الأحجار والحديد والإسمنت لبناياتهم، ويحفرون فيها الحفر وغير ذلك. والبعض الآخر من الناس يلقي الأذى في الأسواق من الفضلات والنجاسات والقمامات غير مبالين بمضرة المسلمين، وهذا كله مما حرمه الله ورسوله. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحث على احترام حقوق المسلمين والامتناع من أذيتهم. ومن أعظم أذية المسلمين مضايقتهم في طرقاتهم وإلقاء العراقيل فيها، فاحذروا أيها المسلمون من ذلك وأنكروه على من يفعله، فإن ذلك من المنكر الذي يجب إنكاره. وفق الله الجميع لفعل الخيرات وترك المنكرات، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.